أما هلأ زين بننتقل لمحطتنا التالية، بدنا نحكي فيها عن الرياضة وأهميتها عن المرأة الحامل، لكن قديش مهم المرأة الحامل فعلا تتبع الإرشادات الصحيحة وتعمل التمارين الرياضية الصحيحة، لأنه بعض يمكن التمارين ممكن غلطة تأذيها. بسيطة فعليا ممكن تأذيها أو تعمل آثار سلبية على الجسم أو حتى على العمود الفقري. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الكوتش لورا مكران. أهلا وسهلا فيكي ويسعد أهلا صباحك. فيك وصباحك حبيبي. صباحك يا لورا. صباحك. يعني عم نحكي عن المرأة الحامل، تمام. كثير من النساء الحامل بيعتقدوا انه اذا مارسوا الرياضة ممكن تسهل عملية الولادة، بالإضافة للحفاظ على لياقتهم والوزن المسموح فيه خلينا نقول. تمام. لكن خلينا نتعرف معك اليوم على أهم الرياضات اللي فيها الحامل تتبع. تمام. هلا أول شيء سعد صباحكم جميعا. صباحك. تاني شغلة بدي هني السيدة الحامل، طبعا هلا هي من حياتها ومن أقصى ما فترات بتعذبكم حياتها. بالجيم؟ هلا طبعا نحن لا دائما السيدة بتخاف، يعني بتتردد كتير وبتسأل كتير قبل ما تعمل رياضة، وعلى فكرة من السيدات الحامل 10% من اللي بيعملوا رياضة، هي إذا مو أقل كمان بتخاف وكذا، ويمكن في بعض العالم ما بتصدق الإرشادات اللي نحن بتخاف تقول لك لا أنا جسمي ضعيف أنا حملي ضعيف كذا. هلا ما في سيدة حامل ما بتقدر تمارس الرياضة، بس بتختلف بين الأشهر الأولى للأشهر الوسطى للأشهر الأخيرة. هلا مبدئيا السيدة الحامل الرياضة تقريبا خلينا نقول 80% مهمة أثناء الحمل، طبعا بالأشهر الأولى الثلاثة خلينا نقول إحنا رياضة المشي فقط ما في أي إضافات، لأنه الأشهر الأولى هي معتمدة على تثبيت الحمل. صحيح. ولازم تكون كتير مرتاحة كتير أمورها تمام، حتى المزاج لازم يكون تمام لأنه أي شيء ممكن يأثر على الحمل. نجي للأشهر الوسطى بقى اللي هي بنجي على الرابع خامس سادس، فيها تمارس كثير انواع رياضات مفتوحه لها اكثر من مجال. عندنا رياضه المشي طبعا، نحن اي شيء هلا رح نحكيه هو ما لازم يكون من 3 مرات لخمس مرات، ما لازم يكون اكثر من هيك بالاسبوع. عندنا رياضه المشي، عندنا السباحه، عندنا الكره السويسريه اللي هي الكره اللي بيستخدموها بالبيلاتس وتمارين النحت. عندنا رياضه البيلاتس نفسها كمان فيها تمارسها، ركوب الدراجة الثابتة. الأغلبية كان لما أقول لهم أنه فيكي تعملي التمارين على الدراجة الثابتة تقولي لا مستحيل القعدة وكذا، هي بالعكس بتخفف الضغط عن الورك، بتخفف الضغط على المفاصل، كتير مفيدة. تقريبا هدول الرياضات اللي نحن بننصح فيها بالأشهر الثلاثة الأولى. من الشهر السابع وما بعد بنرجع لنفس موضوع الأشهر الأولى. هلأ بعد الشهر السابع بصير البطن أكبر، بصير الوزن أكثر، فرح تصير الحركة أقل. نرجع بقى على نفس الرياضات الأشهر الأولى اللي هي المشي، اليوغا، البيلاتس، التمارين اللي ما بيكون البطن أو حجم البطن معيق إلى أثناء الرياضة أو يمكن ما بتحتاج لمجهود كبير فينا نقول. تماماً. هلأ طبعاً هي لازم تبعد تماماً عن رياضة القفز، رياضات المجهدة. هلأ نحن حطينا هدول الأنواع الرياضات اللي هي أخف الشيء وبنفس الوقت تحرك كل عضلات الجسم. غير هيك الرياضة مش هو مفيدة، لا الأغلبية بيقولوا لي إنه يعني ما لنا مضطرين خلص بخلص تحمل وبولد وبعدين برجع على الرياضة بظبط جسمي. عنه كوتش قديش يعني شو الفوائد اللي بتعطي الرياضة للمرأة الحامل وقديش فعليا تماما. حتى ممكن تسهل عليها الولادة تمام. وتسهل عليها الحمل وتكون يمكن فينا نقول مرحلة سهلة وسلسة عليها. تمام. هلا مبدئيا نحن كلياتنا بنعرف شو بيصير بالمرأة الحامل اول فترة، المزاج والعوارض تبع الحمل وإلى آخره. شو شغل أبو رياضة تماما. انا هيك من رأيي احسن ما تطلع احسن ما تعمل مشاكل كثير. تمام. لانه كثير بيكون المزاج سيء، توتر، غضب، كذا. فهلا الرياضة بشو بتساهم؟ اول شيء بتحسين عملية التنفس لانه بنعرف انه بصير في ضغط على عملية التنفس. 2 تحسين ضربات القلب. 3 تحسين الحالة المزاجية، تخفيف التوتر، هذا كله بيلعب دور. كمان بتخفف من آلام عوارض الحمل، يعني آلام المفاصل، الإمساك، آلام الظهر، تورم الساقين، هذا كله بتخففه. الشغلة كمان اللي كتير مهمة وما بيعرفوها الصبايا، هلا في صبايا بتعاني من السمنة من قبل الحمل، ففي شغلات ممكن تتعرض لأمراض خلال الحمل هي ما بتعرفها، منهم المرض السكري الحملي، هذا ممكن تعاني منه إذا كان من الأساس في وزن، فكمان بتحميها من هذا الموضوع. فكتير هي مهمة الرياضة، بس في صبايا بتخاف. أنا بقول لا، يعني حتى إذا بتخافي خليكي على رياضة المشي أقل شيء، حتى بتسهل عملية الولادة لآخر شيء، يعني
بتخفف كتير عنك من أول الحمل لآخره. نعم. فأكيد الرياضة كتير شيء دور عامل أساسي بالحمل. كوتش يعني مثل ما ذكرنا في عديد من الرياضات المسموحة للمرأة الحامل. تمام. خلينا نأخذ فائدة كل رياضة، وهل لازم يترافق مع نظام غذائي مثل غيره من الرياضات لأي حدا بده يحافظ على وزنه أو يكسب لياقة؟ الحامل شهيتة مفتوحة، ولكن كيف فيها تضبطها؟ لأنه نحن هلأ عم نشوف في وعي أكبر للنظام الغذائي خاصة عند الحامل، حتى ما يكون في وزن أوفر تتعذب بعدين. صحيح. بتنزيله، فصار في وعي عند الصبايا أنه بناكل هاي، المهم يكون ما ضروري تاكلي كل شيء، بس تاكلي شيء مغذي. مظبوط. هلأ مبدئيا نحن بنعرف فترة الشهية المفتوحة والوحامل اللي هي بالفترة الشهر من بداية الشهر الثاني. هلأ موضوع النظام الغذائي مظبوط، بس في صبايا أخذ النظام الغذائي بطريقة غلط. هلأ صحيح. النظام الغذائي للحامل أبدا مو مثل الصبية اللي مالها قبل الحمل، لازم يحتوي على كل شيء تماما، حتى موضوع فترة الوحام كمان. أنا باكل ولكن بنسبة قليلة، ما لازم توقف شيء إجباري بالأشهر الأولى اللي هي فترة الوحام وكذا، وحتى كمان بتعمل لها حالة مزاجية سيئة في حال إنه أنا بدي هذا الشيء وما عم بقدر أكله وكذا، فممكن إنه تسبب لها حالة مزاجية. فبالبداية نحن مننظم غذاء بحيث إنه نحن نقدر ناكل كل شيء، وبالذات طبعاً إنه نحن ما فينا ننقص من أي معدل شيء خلال فترة الحمل لحمل صحيح لغذاء كامل. فنحن لا بناكل كل شيء من بعد، بس مثلا عن المعجنات نحن ما لنا بعازتها طبعا، هي بعد ما نخلص الوحام. مثلا المعجنات، الوجبات الجاهزه، الشغلات اللي ممكن ترفع الكوليسترول، تزيد نسبه الشحوم على العضلات، هي اللي ممكن نحن نبعد عنها. اما بفتره الثلاثه الاشهر الاولى نحن بنحاول بس نخفف من مقدار اي شيء ممكن الصبيه تشتهيه، بعدين هي لحالها بتنتهي. اساسا بالاشهر الاخيره بتقطع القابليه، يعني هي في بكل فتره سبحان الله. صحيح. تمام. باول فتره بتفتح الشهيه، بالفتره اللي بالنص بتصير بتاكل اكثر على الهواء ما بيتطلب جسمها. الاشهر الاخيره لا بتخف الشهيه، بيصير لانه بقى من معاناه من وزن البطن ومن عوارض الحمل الاخيره، هي بتكون اصعب من كل فتره الحمل. تمام. طيب خلينا نحكي عن انواع الرياضات. في كثير من الانواع فينا نقول بتسهل عمليه الولاده يمكن. مزبوط. ولجسم سليم وصحي للمراه الحامل، منها بيتبعوا بالاشهر الاخيره مشان الورك او عظمه الحوض. مزبوط. ومنها كمان رياضات مشان عدم احتباس المي والسوائل. صح. بالجسم. خلينا نحكي عنها لانه يمكن هي من اشهر يمكن القصص اللي بتعاني منها النساء. تمام. الحوامل خصوصا فينا نقول بالشرق الاوسط نوعا. صح. هلا مثل ما ذكرت بالبدايه نحن الرياضات مفتوحة، أنه حأرجع كمان يكررون مرة تانية. المشي اللي هو بالأشهر الأولى، طبعا ما فينا نعمل أي شيء بالأشهر الأولى غير المشي. الفترة بقى الثلاث أشهر الوسطى اللي هي الرابع الخامس السادس، هدول اللي بقى بنقدر ننوع سباحة، ركوب الدراجة الثابتة، رياضة البيلاتس، الكرة السويسرية اللي هي كتير بنعمل عليها تمارين وبتخفف كمان الضغط. موضوع بقى التخفيف عن الآلام اللي مثل ما قلت الدراجة الثابتة كتير مفيدة لموضوع آلام سفل الظهر وتورم الساقين. موضوع المنجي بقى تحبيس السوائل، طبعا شرب المي هو كتير ضروري ان كان قبل الحمل وبعد الحمل. صحيح. دائما هو شرب المي كتير ضروري لعدم تحبيس السوائل. شغلة تانية التعرق، هلا في صبايا بيقولوا لك نحن ما بيتعرق جسمنا بطبيعة الأحوال، فهي هون مشكلة. أنا لازم زيد السوائل اللي بتساعد تكون مدرة للبول، بالإضافة لحتى نحن كمان نزيد نسبة المي اللي كنا نشربها قبل. يعني مثلا أنا إذا كنت أشرب لتر مي لترين مي، أنا لازم زيدها بفترة الحمل لأنه بيكون الجسم بحاجة أكثر، فهذا اللي بيساعد على عدم تحبيس السوائل. بالإضافة موضوع القفز أو موضوع الرياضات اللي فيها شلون بدي إليك فيها ضغط، مثلا مثل الرقص الثنائي. هلا في صبايا كانوا يقولوا لي الرقص الشرقي بيأثر، كونه أنا كمان كتدريب رقص، الرقص الشرقي ما بيأثر لفترة الأولى اللي هي المرحلة المبتدئة، لأنه أنا بيكون عندي بالكورس هو تعليم خطوة بخطوة، أما بالمراحل الثانية لا، فأنا ما بخليها كمان تكون موجودة. الأيروبيك لا، زومبا لا، يعني لا. تماما في تمارين كتير معينة أبدا. اليوغا كمان حلوة لأنه كمان بتساعد على الحالة المزاجية، وفيها كتير تنظيم للنفس وكتير فيها ريلاكس وبتحافظ على التوتر تبع الصبية. فهدول الرياضات كلها بدها تقيمهم من بالها، يعني هدول هي محصورة فيهم. السباحة كتير ممتازة كمان للعضلات الجسم كلها، غير هيك أبدا. ولازم تكون فقط من 3 لـ5 مرات، مو أكتر من هيك، 30 دقيقة فقط. 30. بدي أسألك على الوقت أبدا، قديه ممكن، وهل تحتاج لإحماء قبل القيام بأي تمرين مثلا؟
يعني إضافة لأنه كثير عم نشوف بصالات الجيم نساء حوامل عم يلعبوا حديد أوزان خفيفة. طبعا. كمان خبرينا عن هي الرياضة لأنه بيفكروا أنه الكتلة العضلية لازم يحافظوا عليها أو ما بعرف شو التفكير صحيح. بس أحيانا الوزن الزيادة عم ينعكس سلبا على الحامل. مظبوط. وجع ظهره. هلأ بداية هلأ هو لسه ما شفته ولا مرة حدا فات على الجيم بس ما شاء الله تكون كتير جريئة اللي بتفوت على الجيم. هلأ في فكرة الصبية الرياضية بتفرق كتير ما بين الصبية العادية ما قبل فترة الحمل. هلأ الصبية الرياضية بيكون أوريدي هي عندها كتلة عضلية فهي بدها تحاول تحافظ عليها أثناء الحمل، ممكن تستعين بأوزان خفيفة لا تتعدى الكيلو. يعني اللي هي بالأحوال العادية ممكن مثلا شنطايتها يطلع وزنها كيلو الشغلات المقبولة أوكي، بس إنه حتى كلعب بالجيم فيها تستعين بالدراجة الثابتة وفيها تستعين بجهاز المشي، بس كأوزان أبدا ممنوعة كليا نهائيا ولا بأي فترة من فترات الحمل. ممكن الأوزان الخفيفة إنه بس تقوي العضلة، بتقوي مثلا هلأ ممكن تعمل هي تمارين معدة خفيفة تقوي عضلات المعدة، كمان بتساعد لأنه مثل ما بنعرف بعد عملية الولادة بصير كتير في ضعف بالعضلات وبيصير في توسع بالأربطة، فهي هذا السبب. تمارين المعدة بتخلي العوارض أو مثلا الكوارث ما بعد الولادة بتكون أخف. أما بالنسبة للجيم ابدا ما لازم يكون في اوزان. وبالنسبه للاحماء كونه نحن الرياضات اللي حاطينها خفيفه هي اوريدي تستخدم كاحماء بالاحوال العاديه فهي مو بحاجه احماء، الا احماء خفيف مثلا اذا حبت تعمل تمارين معده ممكن تعمل مشي تمارين معده خفيفه فقط، هي اكثر شيء ممكن تعمله. طبعا انا بنصح لانه لحد الان الصبايا خايفه، بتمنى انه الاقي في استجواب بهذا الموضوع لانه كثير مهم، والكوارث عم تكون بعد الرياضه بعد عفوا الولادة ما عم ترجع مثل ما كانت 100%، فكتير موضوع ضروري انه نحن نحاول اقل ما يمكن اثناء الحمل الرياضة خفيفة. بس يمكن كوتش كتير من النساء ممكن ما تتوجه للجيم، النساء الحامل تعمل رياضة بالبيت رياضة بسيطة، فخلينا نحكي هي نقطة كتير مهمة. ايمت فينا نقول للمرأة الحامل اذا عم تتابعنا او متشاهدنا هي بتتابع رياضة بالبيت انه ممنوع تمارس الرياضة؟ شو هي الحالات؟ فينا نقول مثلا في حالات معينة بحد ذاتها أكيد. مثلا آلام بالظهر عندها او عندها مشاكل صحية اخرى. تمام. خاصة على اليوتيوب هلأ صار كتير يعني متاح. هلأ هو الحمد لله أنه في توعية يعني، بس هلأ الفكرة أي حدا بيعاني من مرض مزمن أساسي شو ما كان المرض، يعني فيه اتباع أدوية أو هو ملازم مدى العمر، فهي لازم أبدا ما تتبع رياضة نهائيا خلال فترة الحمل. ممكن إذا بدها تعمل بالبيت مثل ما حكينا هلا ممكن تنزل هي برات البيت تعمل مثلا مشي 30 دقيقة ترجع تعمل تمارين معدة، ممكن اليوغا تستعين فيها فيديوهات اليوتيوب، ممكن تستعين باليوتيوب كتير بموضوع التمارين أثناء البيت بقلب البيت. بس في فكرة هون هلا أحيانا ممكن يحسوا بعوارض يفكروها طبيعية إنه من الحمل، ممكن لا هي تكون من الرياضة، ممكن تضرها من الرياضة يعني الألام. تمام. بس تحس بصداع، تشويش بالرؤية، دوخة، آلام صدر، بطن، تقلصات بالرحم، سفل الظهر، تورم ساقين، هي هون فورا لازم توقف. ممكن أحيانا يصير في حالات نزيف خفيف بتقلك إنه لا عادي إنه ممكن أنا يصير معي، لا في شغلات دائما إذا كان متبع رياضة لازم تراجع الطبيب لأنه عوارض الحمل غير بقلب الرياضة، ففي حال إنه صار هي الأمور فورا لازم تراجع الطبيب وتوقف الرياضة مباشرة. يعني كوتش موضوع كتير مهم، إن شاء الله الكل يكون استفادوا منه، حتى الصبايا المقبلين اللي على زواج مشان يرتبوا حياتهم كمان. نتمنى لك نهار كتير حلو مليء بالصحة والنشاط. شكرا حبيبي. شكرا.